صباح الخير وإلى موجز أخبار صباح البلد. وافق الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي على عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين على شهادات المعادلة العربية والأجنبية هذا العام والراغبين في الالتحاق بكليات التي يشترط القبول بها اجتياز القدرات المؤهلة لهذه الكليات، حيث تعقد اليوم اختبارات كليات التربية النوعية شعبة التربية الموسيقية بجامعة القاهرة. يجري اليوم وزير الزراعة السيد القصير جولة تفقدية بمحافظة قنا، حيث يقوم بزيارة قرية المرجدة التابعة لمركز الوقف بقنا. وكان محافظ قنا أشرف الدودي قد قام منذ عدة أيام بافتتاح 36 مأخذ مياه ري بمشروع استكمال ري 12500 فدان ضمن المبادرة الرئاسية لتوزيع 2400 فدان لأبناء قرية المرجدة التابعة لمركز الوقف بهدف زيادة الرقعة الزراعية. أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تنظيم قافلة طبية اليوم لعلاج أمراض العيون ومكافحة مسببات العمى ضمن مبادرة عينك في عينينا، ضمن وهي المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. تتضمن القافلة الكشف على أمراض العيون للأهالي في مناطق تجمعاتهم وتوزيع الأدوية على من يثبت طبيا احتياجه لها، بجانب إجراء العمليات الجراحية للحالات التي تستلزم التدخل الجراحي. يختتم اليوم مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة الدورات التدريبية وورشة العمل المكثفة التي أعدتها الوزارة بشأن تطبيق أحكام قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع وقانون المعمة، حيث أوضح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن الهدف من الدورات التدريبية هو تبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر المسؤولة عن آليات وطرق تطبيق تلك القوانين. تبدأ اليوم في العاصمة العراقية بغداد أعمال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بحضور عدد كبير من دول الجوار والدول الشقيقة والصديقة لبحث سبل بناء شراكات اقتصادية واستثمارية بين دول الإقليم والمنطقة بما يعزز فرص الاستقرار والنمو فيها. وأوضح بيان للرئاسة العراقية أن المؤتمر سيساهم في التعاون من أجل تخفيف حدة التوترات والأزمات التي تكتنف المنطقة ودعم مسار الحوار البناء في سبيل ذلك. رياضيا، ينطلق اليوم معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، وذلك بعد الإعلان عن قائمة اللاعبين النهائية المقرر انضمامهم للمعسكر استعدادا لمواجهتي أنغولا والجابون يومي الأول والخامس من سبتمبر المقبل في منافسات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر. تختتم اليوم منافسات الموسم الحالي للدوري الممتاز لكرة القدم، حيث تقام خمس مباريات تبدأ في الخامسة مساء بلقاء فريقي بيراميدز وغزل المحلة وسموحة ومصر المقاصة، كما يلتقي فريق الإنتاج الحربي مع وادي دجلة والمقاولون العرب مع الاتحاد السكندري في السابعة مساء، على أن تختتم المنافسات في التاسعة مساء بلقاء فريق إمبي مع الجونة. نهاية الموجز، عودة للميس وجد.